يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الرد على من يقول بأنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن؟ وهل يناقش في أسماء الله وصفاته رجاء الرجوع عن مذهبه لمن كان عنده علم في هذا الباب؟ نقول لا تفيد إلا الظن عندك، أما عند أهل العلم فهي تفيد العلم، أما عندك أنت ما تفيد إلا الظن، أنت لست حجة في هذا الأمر، فلا تحمل فهمك تحمله على النصوص، تقول النصوص تقول أخبار الآحاد تفيد الظن، هذا فهمك أنت، لكن هي في نفس الأمر تفيد العلم، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول ما يفيد العلم، وسندها صحيح، سندها صحيح وهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول إن كلام الرسول ما يفيد العلم، واللي يفيد العلم هو قواعد المنطق وعلم الجدل، هذا من الضلال والعياذ بالله. نعم.